صباح الجميل، بداية الكبار هنا في هذا اليوم مع المرموم وبداية الموسم للكبار. نعود إلى مقدمة الشوط ونقترب من المركز الأول وبداية المشوار. هنا صدارة الشوط مرموش لمطر بن سعيد بن عبد الله بن حميدات الاجتبي، يحتل الصدارة وينطلق على المركز الأول. مشاهدينا الكرام، من خلال هذه اللحظات نشوف المركز الثاني وين الشعار الوصلاوي ولا غير. نشوف المركز الثاني هنا يتقدم وداع لعتيبة بن سالم النايلي يتواجد في المركز الثاني مشاهدينا، والمركز الثالث وصل من خلال هذه اللحظات مع بن يميع غصب لأحمد بن عبيد بن يميع. مشاهدينا الكرام، ينتزع المركز الثاني بينما وداع في المركز الثالث والمركز الرابع والخامس. هناك عبد الله بن سلطان بن غليطة يقدم الخوار وشكلان مع هذه اللحظة. والمركز السادس سراب، وصل سراب من خلال التحدي والمنافسة لعلي بن الصغير بن يزرب العامري، يأتي في المركز السادس. ولكن بشاوي الغفلي هناك مع غرشوب أحمد بن خلفان بشاوي الغفلي يغير نتيجة خامس المراكز وينتزع هذا الموقع على المركز الخامس. المركز السادس علي بن الصغير بن يزرب العامري مع سراب في سادس المراكز وسابع المراكز. نشوف شعار بن واس ظبيان لسعيد بن علي بن واس الاجتبي ياتي مشاهدينا الكرام على المركز السابع، بينما المركز الثامن المقبالي محمد بن راشد المقبالي مع شاهين في المركز السابع. وثامنا المركز الثامن هناك تقدم من شاهين لراشد بن سعيد بن عبيد الحميري في المركز الثامن. المركز التاسع مليح لسعيد بن مصبح بن سعيد الرميثي. والمركز العاشر عندك يا بن غليطة، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا الكرام. ينطلق الشوط وتنطلق معه أكيد كل الآمال والتطلعات بنيل نقب وناموس ورقم متقدم في سباق وتحدي المرموم، لكن العودة إلى الصدارة والعودة إلى البداية. وهناك من لا زال على الصدارة غصب لأحمد بن عبيد بن يميع لا زال مغتصب المركز الأول، لكن أشوف غرشوب بدأ يتخطى، غرشوب بدأ ينافس وبدأ يأتي في المركز الأول وينتزع صدارة الشوط. هذا هو الغرشوب اللي تلاحقه العيون، غرشوب في المركز الأول. أحمد بن خلفان بشاوي الغفلي مشكور يا أبو شاب، بينما المركز الثاني يصل هناك وداع وداع وداع، ودعتكم يا ليت ما كان يوم الوداع القلب ممحون. هناك وداع لعتيبة بن سالم بن خلفان النايلي يأتي في المركز الثاني من خلال هذه اللحظات. والمركز الثالث غصب لأحمد بن عبيد بن يميع يأتي في المركز الثالث مع لوحة 1600 متر الأخيرة. وسراب يتقدم ليشارك الكوكب الرباعية لعلي بن الصغير بن يزرب العامري في المركز الرابع. هذه الأربع المراكز الأولى إذن مشاهدين الكرام، بينها التنافس وبينها الحماس والإصرار على الفوز وعلى الناموس. من أراد المقدمة والصدارة فعليه أن يأتي من خلال هذه اللحظات بمسار الاندفاع. عودة إلى غصب اللي انتزع المركز الأول وعاد من جديد ليغتصب الأمور والمراكز الأولى، غصب لأحمد بن عبيد بن يميع مشاهدينا الكرام في المركز الأول. ولكن المنافسة قوية يا بن يميع، ياتي سراب لعلي بن الصغير بن يزرب العامري لينتزع المركز الأول ويغتصب الصدارة. سراب غير النتيجة لصالحه من خلال هذه اللحظات. حتى الآن مشاهدينا الكرام لم تصدر التعليمات والتوجيهات إلا من خلال الصوت، ولكن سراب مسيطر على الصوت في المركز الأول لعلي بن الصغير بن يزرب العامري في المركز الأول وصدارة الشوط. الاندفاع مع غصب في المركز الثاني، وحرك اللي بتحرك أحمد بن عبيد بن يميع. هناك وداع وعتيبة بن سالم النايلي يحتل المركز الثالث مع وداع في هذه اللحظات والثمانمائة متر الأخيرة. لكن تقدم سراب وتشبثه في صدارة الشوط يعطيه ويوحيل بأن صاحب الناموس حتى اللحظة في الانطلاق لهذا الشوط لكن وداع بدأ يتغير، بدأ يتحرك، بدأ يتشجع بأن ينتقل إلى صدارة الشوط مع عتيبة بن سالم النايلي
النايلي يحتل الثاني المراكز، وسراب مسيطر، سراب مسيطر، ووداع ياتي في المركز الثاني، بينما هناك بن غليطه بدا يتحرك عندما حس بالخطوره لياتي الى المركز الثالث، عبد الله بن سلطان بن غليطه يقدم الخوار على ثالث المراكز، لكن سراب اقلع مشاهدينا الاعزاء بالناموس بالناموس، اخر اشواط المحليات الاصايل يفوز سراب، يفوز سراب في اللحظات الاخيره، في اللحظات الاخيره، والسلام عيناوي سلام، سلاوي عيناوي سلام لبن الصغير علي بن الصغير بن يزرب العامري على الفوز وعلى الناموس، وهذا هو سراب، سراب 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 في المركز الاول يتسرب الى الناموس، يتسرب ويتشعب في كل مكان في كل تحديات الميادين، تهانينا لعلي بن الصغير بن يزرب العامري على الفوز وعلى الناموس مع سراب اللي انتزع المركز الاول وحافظ على الصداره حتى خط النهايه، وداع في المركز الثاني العتيبه بن خلف بن سالم او العتيبه بن سالم خلفان النايلي، والمركز الثالث هناك عبد الله بن سلطان بن غليطه ياتي في المركز الثالث، المركز الرابع محمد بن راشد المقبالي، المركز الخامس غصب لاحمد بن عبيد بن يميع، والبقيه مشاهدينا الكرام نتركها للاخوه اعضاء خط النهايه، نعود بالتوقيت الزمني ولحظات الوصول في 8 دقائق 10 ثواني 4 اجزاء من الثاني، تهانينا والناموس لعلي بن الصغير بن يزرب العامري على هذا الفوز وعلى هذا الناموس وعلى هذا التحدي، اما المركز الثاني مشاهدينا الكرام يصل وداع لعتيبه بن سالم النايلي في 8 دقائق و12 ثانيه و3 من الاجزاء من الثواني.